التكليفات. السيد الرئيس قال احنا عايزين خدمه تقدم افضل خدمه تقدم للمواطنين، الخدمه ما تكونش فقط في القاهره لكن تكون متواجده في المحافظات وفي القرى والمدن، ونكون في خدمه تقدر تكون التكلفه كمان اقل. القاهرة هنا ده يمكن أول سوق عالمياً لأوبر تطلق فيه خدمة أوتوبيس. السعر هيوصل يبقى أرخص من أوبر إكس بيمكن 80%. تقدر عن طريق الأبليكيشن العادية بتاعت أوبر إن أنت بتحط الاتجاه اللي أنت رايح فيه، التكلفة بتاعته أقل تكلفة موجودة على المنصة بتاعت أوبر، لأن أكتر من شخص واحد بيركب نفس الأوتوبيس. بنجرب الخدمة وبنهدف الفترة الجاية إن احنا نغطي إن شاء الله القاهرة كلها. خلال الخبرة التراكمية اللي جمعناها من خلال أوبر بول نقدر نطبقها في أوبر باص، ومن خلالها نقدر من خلال الإحداثيات بتاعتنا إن احنا نعرف إيه أفضل المسارات ونجمع الناس إزاي من أماكن مختلفة عشان ياخدوا أوتوبيس معين بحيث نوفر الوقت والمجهود.